استخدامه، أبدع طريقة لتعيد استخدامه. أحضر صندوقاً فارغاً ثم اصنع منه سيارة إطفاء. أعد استخدامه. أحضر كأساً ورقياً ثم اصنع منه صحناً للطيور. أعد استخدامه. أعد استخدامه. صندوق أو كيس، وعاء أو كأس، حولها بإبداع من دون يأس. وأنت حين تعيد استخدامها ستخفف من القمامة. أحضر وعاء فارغا ثم اصنع منه حصالة. أعد استخدامه. أحضر كيسا ورقيا ثم ارسم عليه لوحة. أعد استخدامه. أعد استخدامه. يمكنك الآن إعادة استخدامها. الأشياء حولك مستدامة. أليس رائعاً أن تصنع ألعاباً من أشياء ستهدر ضياعاً؟ وشارك في إعادة التدوير.